السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هوريكم طريقة السكة الديكة والمرمى. بس أهم حاجة في الشغل تفهم الزبون، الزبون عايز إيه أو المهندس، تمام؟ يعني كل واحد وليه طريقة. يعني في زبون بيحب الرسمة تكون باينة خالص زي اللي إحنا الزبون بتاع النهاردة، في زبون تاني عايز الرسمة تبقى مش باينة. كل طريقة ولها شغل، فأهم حاجة في الاستيكو ده بالذات تفهم دماغ الزبون عايز إيه، تمام؟ ولو جاب لك صورة تبص فيها وتفهم طريقة الشغل اللي شغال إيه، لأن في ناس بتشتغل عشوائي، حتة بالطول حتة بالعرض حتة بالطول كده من فوق لتحت، في ناس تانية بتشتغل زي زر دوائر جنب بعضها. فلو جاب لك صورة أهم حاجة تشوف إيد اللي شغال إزاي وتحاول تشتغل زيه تطلع شغل احسن منه، تمام؟ احنا كده متفقين، اهم حاجه تفهم دماغ الزبون او المهندس اذا عايز الرسمه تبقى باينه او لو مش عايز الرسمه تبقى باينه، لان في ناس بتبقى عايزه باينه وفي ناس مش عايزه باينه، تمام؟ بالنسبه للزبون النهارده اهم حاجه عنده الرسمه تكون باينه، فانا هوريكم الطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستيكو في الجزيرة اسمه مرمى، جوتن اسمه ستيك، تمام؟ لما تاخد حتة زي كده حاول تقلبها عشان لو فيها لون هتزهقك. الأول يا جماعة تسحب الحيطان عندك خالص معمول عادي 3 سكاكين وتدي وش بطانة بلاستيك مطفي من نفس لون الستيك، تمام؟ وتسحب سكنتين والحيطة سكنتين أو 3 زي ما أنت عايز. انا هنا على فكره بسحب سكينه واحده بس انا فاهم انا بعمل ايه يعني. فانت نفسك تشتغل سكينتين، اقل حاجه سكينتين، ما حدش يشتغل سكينه واحده، تمام؟ بصوا يا جماعه ركز على الرجل. اللي عايز الطقطقه تبقى باينه بيعمل زي كده، بيفرد حته ويلم ويسيب حته حرف كده، يفرد زي كده ويسيب حرف صغير زي كده، زي كده حرف لازم تسيب الحرف وتخلي طريقتك في الشغل واحد. يعني مثلا انا شغال بطريقه واحده، بفرد كده وبسيب حرف، بفرد كده بسيب حرف، اتجاه واحد بسيب حرف، تمام؟ بفرد وبسيب حرف، انا محمد بفرد وبسيب حرف، شايفينه الحته دي بفرد وبسيب حرف هنا. خلي بالك يا جماعة الوقت ما يسرقش وما يسرقكش وانت شغال عشان الحرف ده ما ينشفش منك، تمام؟ زي كده، تمام؟ تاني خطوة تفهم طريقة شغلك ايه عشان تشتغل عليها على طول. بعد ما فردت زي كده انا ليا طريقة معينة في الشغل، بمس مسة كده واطلع مسة كده، تمام؟ مسة كده بالراحة على الهواء كده، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. ما تضغطش جامد عشان ما تكملش معاك المعجون. لا خلاص على الهواء خلاص. تمام؟ بعد كده برجع بس تاني للطول. كده خلصت اول خطوه، تمام؟ اهم حاجه يا جماعه وانت بتكوي ما تخليش في حرف. في ناس بتخلي في حرف كده جنيه نص مللي، لا تشيله، لازم تشيله، لازم الزبون يحط ايده كده على الجدار تبقى ناعمه ومفيش حروف، والحروف تحاول تشيلها على قد ما تقدر. اللي يبان عندك الرسمه لون تبان خط غامق مطرح الحرف، لكن ما يكونش بارز، تمام؟ الخطوه الثانيه بسم الله لما شايفين كده بتيجي بقى ما بين كل واحده وواحده، بتفرد وتلم خالص، تفرد وتلم خالص زي كده، تفرد وتلم. مش زي التاني، تفرد نفس الاتجاه بتاعك، تحاول تخد واسطه من السكينه، تفرد وتلم خالص، ما تعملش حرف المره دي. تفرد وتلم، قرب يا محمد. تفرد وتلم، تفرد وتلم.
تفرز وتلم. هتحاول تخليك عشوائي مفيش مشكلة. بس طريقة لمك وفمك نفس الستايل زي كده في الجنب من فوق من تحت من أي مكان. تمام؟ المساحة زي ما شغال اهو. افرد ولم على طول. تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. نفس اتجاه الشغل. عشوائي ما بين اللي انا مساحته. احاول ما اخليش فيها حركة. بعد ما خلصت السكينة برضه تحت نفس النظام. دخل على طول. جزء جزء كده زي ما شغال مش مستعجل. طبعا الرسوميه ديت شغلك كله هيبقى ستايل واحد والرسمه هتبقى باينه خالص. طبعا احنا لسه هنبدا بقى ننعم ونلمع بعد ما نخلص. تمام؟ احنا بنجيب صنفره 1000 او 360 وبنصنفر حيطان خالص، بنصنفرها على قد ما نقدر. وبعد كده بالسكينه بتحطها كده على ده على كف ايدك من ورا. فاهم الطريقه؟ ثواني عشان اوريها للناس. تمسك السكينه كده بايديك الاثنين دول وتسند كف ظهر ايدك عليها كده وتضغط دواير دواير كده. انا طبعا مش هلمع عشان خاطر الحيطان لسه طريه. تحس ان السكينه تسخن في ايدك كده يبقى خلاص مش محتاج حاجه لا شمع ولا غيره ولا اي شيء. كده انت سلمت شغلك ممتاز. تمام؟ باينه يا معلم في الفيديو؟ اه باينه يا معلم. طيب تمام. واي استفسار تاني يا جماعه انا تحت امركم. بالنسبه للي عايز تقرب بسرعه من الفيديو افصل. لو واحد تاني مش عايز الطريقه تبان بتشتغل وتلم على طول زي كده. لو مش عايزها تبقى الحرف يبقى باين بتلم على طول اول باول زي كده. تمام؟ لو الزبون مش عايز منك الرسمه تكون باينه. بعد ما تعمل حبه زي كده تعيد عليها تاني كلها ما بين بعضها زي كده. ما تخليش مكان فيها. فوق بعض. بس عشان الفيديو مفيش مساحة في الموبايل. دي طريقة الرسمة ما تكونش باينة، بتقطع فوق بعض. تسيب مسافات بعد كده ترجع تملى المسافات وتملاها كلها. دي طريقة لما الزبون ما يكونش عايز الرسمة باينة. وتحت أمركم في أي استفسار وأي طريقة تانية. في طرق كتير لينا احنا عارفينها. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.